تأتي هذه الزيارة ممثلة في إدارة الجامعة بالنائب الإداري ونقابة العاملين وعمادة شؤون الطلبة من أجل التعرف أولا، يعني لقاء تعارفي، لقاء أيضا لمعرفة إذا في هناك أي مشكلات لدى العاملين، إذا في هناك أي طلبات ممكن أنه يتم نقلها لإدارة الجامعة ومناقشتها. طبعا تعرضنا اليوم لأكثر من أمر ولأكثر من حقيقة أمور نعتقد أنها مهمة في حياة العاملين. هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم فيها إدارة جامعة نجاح الوطنية إلى مرافق الجامعة المختلفة والعاملين في هذه الجامعة للتعرف على احتياجاتهم، التعرف على مطالبهم، وأيضا من باب تعزيز روح العمل بروح الفريق الواحد والاستماع لهموم العاملين والعمل على تلبية هذه الاحتياجات ضمن الإمكانيات المتاحة للجامعة. هذه سلسلة لقاءات اجتماعية تعارفية بتشمل كل كليات الجامعة ودوائرها للتأكيد على أنه هذه الجامعة أسرة واحدة ممتدة. هذا الإطار اللي رسمه لنا دولة الأخ دكتور رامي الحمد الله. إحنا بنلتقي مع كل العاملين، بنشوف همومهم مشاكلهم، بنشارك في أفراحهم لا سمح الله بأتراحهم، حتى نأكد المقولة أنه مثل ما قلت لك إحنا الجامعة أسرة واحدة. إحنا جسم واحد، الخضور أو النجاح هي بيت واحد، فمن هذا المنطلق دائما نعمل نقابة العاملين على اللقاءات المستمرة، لأنه البيت الواحد يجب أن يلتقي دائما. فمن هذا المنطلق دائما منخطط لهيك لقاءات، سواء افطارات جماعية أو لقاءات دورية. وإضافة لذلك هناك سلسلة من الإنجازات للنقابة يجب إخبارها للعاملين. كمان كنقابة العاملين، كنقابة عاملين منتخبة من قبل العاملين في الجامعة، يجب أن تكون على تواصل مستمر مع العاملين لسماع هموم العاملين.